طلبتنا الأعزاء نكمل وياكم، ما زلنا في موضوع النفاذية شوية، ما نريد ننسى شيء مهم هنا. لو تبعون هنا على بناء على قانون دارسي لهذا الاكسبيرمنتال سيت اب اللي موجود امامك، ماء دا يدخل من مكان معين ويخرج من مكان اخر، فحركه الماء دا يتحرك باتجاه من نقطه واحد الى اثنين على اعتبار انه الدلتا اتش دا يكون بوزيتيف هنا، لانه الاليفيشن مال الووتر ليفل بهذا التانك يكون اعلى من هذا، فبالتالي كانه دلتا اتش هنا، فمنطقيا انه حركه الماء تتحرك من نقطه واحد الى نقطة اثنين، فالدايركشن اوف فلو يكون بهالاتجاه. المسار اللي يقطع الماء حتى يدخل من نقطة واحد ويخرج من السويل مقطع التربة من نقطة اثنين هو ال L الكلي، والاريا هي الاريا مال التيوب هنا اللي يكون هو دائري. لو شوية نحاول ان نشتق في شيء مهم هنا، منطقيا الكيو اللي يدخل منها داخل طبقة من واحد الى اثنين هو مساوي للكيو اوت داخل طبقة التربة، فمن هنا نتحدث كيو ان يساوي لنا كيو اوت، او من نتحدث عن انه كيو واحد يساوي لنا كيو اثنين. بما انه الكيو هو عبارة عن الفي في الاي، فمن نتحدث على بالنسبة للماء داخل الانابيب هو عبارة عن الفيلوسيتي داخل الانبوب زائد الاريا لذلك الانبوب، وما نتحدث عن الماء داخل حركة الماء داخل طبقة التربة، فكأنه تصبح الاريا هي الاريا اوف فويدز فقط مضروبة في الفيلوسيتي الماء اللي هو نسميها V sub S اللي هو السيبج فيلوسيتي نسميها. فبالتالي هنا منطقيا يساون الاريا الكلية لمقطع التربة هو عبارة عن area of voids زائد ان area of solid particles، فكأن هنا ال A يساوي ان ال A V زائد ان A sub S، فبالتالي ال Q حتكون عندي هنا اعوضها بالمعادلة يساوي ان ال V مضروبة في ال A V زائد ان A S ويساوي ان ال A V في ال V S. هنا الحقيقة مجرد أن أشتق معادلة تربط لي بالضبط البوروسيتي النفاذية اللي هي صفة أو ميزة خاصة بالتربة نفسها وبناء على الفراغات اللي موجودة بها، والفويد ريشيو اللي هو نسبة الفراغات اللي موجودة. فالسيبج فيلوسيتي الفي سب اس هو عبارة عن الفي مقسومة على البوروسيتي مال النفاذية. الفي سب اس هو عبارة عن ال V مقسومة على ال N اللي هي الporosity مال الوسط أو مال التربة، كأنه ال seepage velocity داخل طبقات التربة تساوي إن ال velocity للماء داخل الأنبوب أو قبل الدخول أو قبل الشروع أن يدخل لطبقات التربة مقسومة على النفاذية اللي هي ميزة خص التربة. هذا الحكي تقريبا هنا واضح بالرسومات عندما نتحدث عن انبوب اذا كان فارغ، اذا نتحدث عن انبوب يحتوي على سويل اللي هي عبارة عن فراغات زائد solid particles، فالاريا راح تكون عبارة عن area of solid particles زائد area للفراغات. هنا الحقيقة اكو مثالين مهمات يعني وبسيطات وتطبيق مباشر بالضبط للحديث اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة او بالسلايدات السابقة اللي والفيديوهات السابقة، ممكن نشوف تماما تطبيق مباشر للحل مالتهم، ممكن أن تحلهن بطريقة أنت بسهولة. هنا واحد منهم محلول تطبيق مباشر والثاني أنت حاول به، لكن خلي ببالك دائما بقانون الدارسي بحساب الكيو يجب أن تكون الـ L التي تدخل بحساب الهيدروليك جراديانت اللي هو الدلتا H over L الـ I دلتا H over L، يجب أن تكون L موازية للحركة المياه داخل الوسط، بينما الاريا اللي تنحسب الكيو يساوي كي اي اي، الاريا هي عباره عن مساحه المقطع العموديه على حركه المياه. هاي شغلتين يجب ان تفهمين. نتحدث عن موضوع يعني مهم جدا للمهندس المدني، جدا مهم دائما يعني راح تشوف انه يتكرر عندي من الان وحتى نهايه الكورس الاول وبالكورس الثاني، راح نتحدث عن ستريسز الاجهادات. الاجهادات داخل طبقات التربه، وراح نتحدث عن مصطلحات الافكتيف ستريس، نتحدث عن التوتال ستريس. التوتال ستريس قبل لا نجي ندخل به راح ليش ندرسه وليش نفهمه، لانه راح خلينا نفهم اولا الخاصيه وجود الماء وحركته داخل طبقات التربه اب اند داون، وحتى لو كان هو عباره عن حركه باي اتجاهات
صحيح نتعرف عليها عن طريق بالضبط ندرس ظاهرة الكابيلاري فينومينا، ظاهرة الخاصية الشعرية لحركة المياه. طبعا الموضوع الخاصية الشعرية دائما احنا بحفريات الأسس على سبيل المثال، من تجي تحفر تشوف لك تربة تبدي ورا نص متر تشوفها تبدي رطبة، ورا متر تبدي شوية يبدي يطلع، يمكن تحفر متر ونص يبدي يطلع المي. هذا معناها انه الماء موجود منسوب معين تحت الجراوند سيرفيس ليكون مثلا 1.5 متر، لكن هذا ما يعني على انه التربة اللي فوقها هي ما بها مشاكل، على اعتبار بسبب الخاصية الشعرية الماء راح يبدي يصعد الرطوبة مالته، احنا نسميها بالمصطلح العامي انه تبدي التربة تكون رطوبة. دائما نعرف على انه الووتر تيبل يكون قريب. دائما الفوليوم تشينج او التغيير الحجم اللي يحدث لي بسبب تغييرات درجة الحرارة بين الفصول، بسبب التغييرات اللي تحدث لي نتيجة الستريس هيستوري اللي هو اللي يحدث لي طبقات التربة مع الزمن، راح يغير لي او يحدث لي تغيير حجمي بطبقات التربة. هذا الحقيقة حتى يدرس ونفهم راح يظهر لي مصطلحات الستريسز within the soil او الستريسز in soil. الافكتيف ستريس تقريبا هو الفورس بير يونت اريا كاريد باي ذا سويل سكلتن. سويل سكلتن المصطلح اللي اخذناه بالكورس الاول هو عباره عن، اذا تتذكرون، هو عباره عن مقطع التربه الذي يحوي هواء وماء والسوليد بارتيكلز. اذا تتذكرون بالفيزيكال بروبرتيز بالسويل، السويل سكلتن هو عباره عن طبقة التربة أو مقطع التربة أو السويل سبيسمن اللي بالحقيقة تمتلك جزيئات صلبة وتمتلك فراغات وتمتلك هواء. لذلك هو الإفكتيف ستريس هو تقريبا الفورس، القوة لكل وحدة مساحة carried by the soil skeleton أو اللي هي محمولة عن طريق تمتلكها هذا يمتلكها هذا مقطع التربة. حتى نجي نفهمه بشكل شوية أبسط وأوسع، ليش ندرس الإجهادات بطبقات التربة؟ الحقيقة الإجهادات داخل طبقات التربة راح تدخل بكل حسابات التصاميم الأسس اللي يأخذها المهندس المدني بصورة عامة، كل حسابات السيتلمنت الهبوط اللي يصير بطبقات التربة، حتى أحسب الليميتيشن من المنشأ بناء على الأحمال اللي تجيني من المنشأ، اللي رب العمل اللي يقول لي أنا أريد 5 طوابق بناية، من تجي تحسب الأحمال لهذا المنشأ ويا الفاكتورز ويا التصاميم اللي موجودة ويا المخططات، راح تجي تشوف إلى أنه هذا الحمل يسبب لي هبوط لهاي التربة ورا هلقد زمن مقداره هلقد. هذا مهم جدا للمهندس المدني أن يعرفه ويقارنه مع الكودات بناء على نوع المنشأ. فمن نتحدث عن منشآت ضخمة هائلة مثلا السدود، مثلا الصومعات اللي هي السيلوات احنا نسميها مثلا ووست ووتر تريتمنت بلانت، محطات معالجة المياه الثقيلة، هاي تختلف إلى حدود ليميتيشن معين على ان لا يتجاوز هذا المنشأ السيتلمنت اللي هذا، على اعتبار انه التغيير الهيدروليكي او التصميم الهيدروليكي مهم جدا بحساباته وتكون كلها محسوبة على اساس بالمليمترات وبالسنتيمترات، فمو بسهولة ان تعطي ليميتيشن عالي. بينما المنشآت اللي نتحدث عنها الدومستيك مثلا المنزلية، يعني لا بأس انه تعطيها ليميتس اعلى على اعتبار انه هي ما يدخل التغيير التصميم الهيدروليكي بشكل واسع بتصاميمها. البيرنج كاباسيتي قابلية تحمل التربة للطبقات نتيجة الأحمال المنشأ أيضا مهم جدا، راح يدخل لي بيها أيضا الستريسز بالسويل. الستيبوليتي أوف سلو من ثباتية المنحدرات مهم جدا بالحسابات، يجب أن تفتهم الستريسز ثيوري. اللاترال إيرث بريشر واللاترال بريشر ريتينينج وولز الجدران الاستنادية أو لكل المنشآت الاستنادية اللي نسميها الجدران الحيادية بمختلف مسمياتها، مهم جدا أن تحسب بالضبط او تفتهم الافكتيف ستريسز. الفيديو القادم راح بالضبط نحكي لكم او ننطلق منكم شنو هو الافكتيف ستريسز وشنو هو التوتال ستريسز.